اخوتي المغاربه، سمعوني، انا اليوم جيت نحكي لكم الحكايه ديالي مع مرض كورونا. مرض كورونا اللي هو مرض صعيب، اللي انا حاليا تشافيت منه الحمد لله، ولكن كان ممكن ما نتشافش منه. علاش؟ حيت نهار اللي مشيت لاسبان وجيت ما عرفتش راسي مريض، تدست مده 5 ايام عاد حسيت بواحد الاعراض. الاعراض هما بعد مثلا انا جاني ضيق التنفس، كل واحد نورمالمون هو كل واحد وكيفاش يجي الاعراض. انا جاني ضيق في التنفس، مشيت لوبيتال ديال سيدي سعيد، خداو التحليله ديالي خرجت بوزيتيف. تحولت من ديك القنت لواحد الجناح واحد اخر، حقاش تتحول القنت ديال الناس بوزيتيف. تما دخلت واحد المرحله شويه صعيبه صراحه الله، ديك تاع فراسك كتدخل في واحد المرض ما عرفش كادي تخرج منه. مي صراحه الله بالتجربه ديال الطاقم الطبي اللي حاولوا يطلعوا لي المورال ونجحوا صراحه الله في العمليه، طلعوا لي المورال اللهم لك الحمد، وبقاو متبعين معنا الحلقه. اللي ما تخافش غنتبع معاك الحاله ديالك وغادي تكون خير ان شاء الله. ايفيكتيفون داكشي اللي كاين، بقاو متبعين معنا، كيجيو عندنا دو فوا باغ جوغ، تيقلبونا، كيدهروا معنا، كيضحكوا معنا، مساكن الله يجزيهم بخير، تعاملوا معنا مزيان، تيقلبونا التونسيون، تيقلبونا السخانه، تيقلبونا شلا حاجات. دوزت لمده ديال 6 ايام ومع واحد التريتمون كيتعطى سبيسيال لهادشي. من بعد 6 ايام داروا لي البريليفمون الاول، التست الاول باش يشوفوا واش مازال عندي الفيروس ولا لا. الحمد لله لقاوه نيجاتيف. دار التست الثاني طلعت هو نيجاتيف، قالوا لي دابا انت راك تشافيتي الحمد لله، يمكنك تمشي، ولكن خصك تاخذ الاحتياطات ديالك لمده 14 يوم، تعزل بوحدك، يعني دير عزل صحي واحد اخر لمده 14 يوم باش يتاكدوا انه الفيروس مابقاش فيا. دابا الفيروس ممكن انا مني ينتقل لواحد اخر، انا ما بقاش فيا الفيروس ولكن ممكن ينتقل، كون لي بورتور مثلا، ماشي كونسيرن بالفيروس ولكن لي بورتور. لهذا كنطلب من الناس يتسمو البويد ديالهم الله يجزيهم بخير، وندوزو هاد الفتره ديال الحرجه اللي كيدوز منها العالم كامل ماشي غير المغرب، باش نحاولوا نتغلبوا ونكونوا حنايا من الدول السباقه اللي تغلب على الوباء. ما بغيناش نشوفوا قدام غدا شي واحد يموت له باه ولا مو، نقولوا باش مات هذاك فلان بالفيروس كورونا. علاش؟ حيت ما قصناش في الدار. حنا ممكن نتغلبوا على الوباء، وي الموت علينا حق متفقين، ولكن ممكن نتغلبوا على الوباء وما نفقدوش بزاف ديال الناس عزاز علينا، كاين اللي يفقد صاحبه ولا يفقد اخ ديالو ولا الزوجه ولا الزوج ديالها ولا الابن ديالو ولا الام ديالو ولا الاب. لهذا نحاولوا نساعدوا ذوك الناس، حيت ديك الناس كيديروا خدمه كبيره، لا الطب ولا البوليس ولا الجندارم ولا العسكر، هي الدول المغربيه حطت جميع الامكانيات ديالها باش تحاول تغلب على المرض. لهذا خص الناس تعاونها باش تجلس في الدار ما يبقاوش يخرجوا هذه المده ديال 20 يوم، وان شاء الله بيكون على خير ان شاء الله. السلام عليكم. هذوما الاخوان اللي كنصلوا بينا، هذوما والدينا. كنشكرهم بزاف، كنشكرهم بزاف، قسما بالله كنشكرهم بزاف.